مرحلة مهمة، مرحلة فارقة في تاريخها السياسي باستحقاق الانتخابات الرئاسية 2024 التي تعد خامس انتخابات رئاسية تعددية بتشهدها البلاد في تاريخها الحديث. شارك بإيجابية كل ما بننقل صورة حضارية لهذه الدولة للعالم كله ولينا إحنا نفسنا، إن إحنا نثبت لنفسنا إن إحنا بنمارس هذا الحق الدستوري. المصريين جميعا لن يبخلوا على وطنهم بهذه المشاركة. فرصة طيبة خالص المشاركة في الانتخابات الرئاسية زي ما هو حق دستوري لكل إنسان، وإحنا متعودين كمصريين نقول أنا مش هسيب حقي. المشاركة معناها الحشد الكبير لصناديق الانتخاب وليأخذ كل واحد منا رأيه كما يقتنع به أو كما هو في ضميره لصالح بلده. ده واجب وطني وحق دستوري، ودايما بقول صوت كل فرد أمانة لازم يدلي بصوته في الانتخابات ويعبر فيها عن رأيه. العملية المشاركة ده اختيار، سيظل اختيار للجميع، كل على كل أن يختاروا بالطريقة التي برؤيته السياسية. إن شاء الله تعالى الانتخابات ستكون رسالة للعالم كله أن مصر 30 يونيو هي مصر 10 و11 و12 أكتوبر. أنا شايفة في إقبال كويس قوي، شايفة أن هناك الفئات كلها الحقيقة بتشارك، متفائلة جدا جدا. انتخابات الرئاسية 24 2024 هيبقى فيها عدد كبير من المنتخبين إن شاء الله. كلنا نازلين علشان نقول احنا صف واحد، احنا المصريين قوة وراء رئيسنا اللي جاي، عشان كلنا نعدي ببلدنا من التحديات اللي بتواجهه ومن اي ازمة بتواجهه، وان شاء الله ان شاء الله بلدنا دايما تظل آمنة كما كانت وستظل. يهمنا ان احنا ندعم الدولة الوطنية، نقف وراها، نحافظ على امننا القومي بادلاء صوتنا، وصوتنا له دلالة وأهمية قدام العالم كله بنسبة إن إحنا قادرين على الاستحقاق الديمقراطي. مشاهد في كل اللجان، أنا لفيت امبارح في القاهرة كلها شفت اللجان قد إيه محتشدة بالناس، الناس عندها وعي، الناس حاسة إن البلد دي فكرة الانتماء، بلد بلدنا ولازم نشارك في صنع القرار واختيار القادر على يعني قيادتنا في المرحلة والزعيم القادر على قيادة المرحلة الجاية من مصر. خلينا إيجابيين، مواطنين إيجابيين، الدولة المصرية كلها دلوقتي عايزة تحس إن الشعب المصري كله وراء القيادة السياسية بتاعته، لأن هم اللي في إيديهم حل جميع المشاكل المستعصية، وإن شاء الله نوصل لبر الأمان كدولة مصرية بجميع الإنجازات التي تم تحقيقها من قبل. زي ما أنت شايف الناس في إقبال كويس قوي، وده رسالة، كل فرد بيعمل رسالة لجاره والحبيب والقريب والابن والبنته إنها تنزل تشارك في العملية الانتخابية. ده حقهم ولازم ينزلوا، احنا كلنا ايد واحدة، يعني لازم ينزلوا. وانا الحقيقة اللي انا شايفاه حاجة جميلة جدا بجد، انا فرحانة فرحانة جدا بالشباب اللي نزلوا، وبحييهم وبقول لهم ربنا يخليكم لمصر ويحميكم لمصر. اول انطباع جالي الزحام رهيب جدا، انا ما كنتش متخيل ان في زحام في كل اللجان بالمنظر ده. في النهايه انا بتمنى ان العرس الديمقراطي ده يستمر بخير وبسلام، مش مهم انت عايز مين، المهم تنزل وتشارك عشان بلدك، عشان المسيره تكمل. لابد ان ننحني للشعب المصري، الشعب المصري هو لابد ان احنا نوجه له كل تحيه تقدير واحترام،
لأول مرة منذ زمن بعيد أن نرى الشعب المصري قبل ساعات من بداية العملية الانتخابية وقوف طوابير أمام اللجان الانتخابية. على الرغم من الطوابير الكبيرة اللي احنا شايفينها وعلى الرغم من الزحام، أنا بشوف الوجوه كلهم مقدمين على العملية الانتخابية بكل سرور، كلهم مقدمين في أمل في غدا، كلهم مدركين وجايين تعبير عن وعي بالتحديات اللي بتواجه دولتهم المصرية، فلابد ان احنا نوجه لهم التحية. مشهد انتخابي غير مسبوق، مشهد انتخابي مستمر منذ أمس واليوم، في لم ينقطع جغرافيا ولم ينقطع كما، يعني احنا ولا على مدار اليوم الكامل من منذ امس واليوم. لقطات مضيئه زي ما حصل في الخارج، مشاركه غير مسبوقه بشهاده الجميع، بتقارير من الهيئه الوطنيه للانتخابات، الاعداد كانت مهوله، مشاركه لكل فئات المجتمع سواء من المراه سواء من الشباب، كمان المسيرات اللي طلعت من الجامعات المصرية وشباب الجامعات المصرية للدعوة للمشاركة، ده بصراحة يمكن بثمار أو نتائج ما قدمته الدولة المصرية من تمكين للشباب والمرأة خلال السنوات اللي فاضت. أجواء احتفالية، أجواء سعادة وفرح تعم جموع الشعب المصري، الإحساس بالديمقراطية يعم جميع ربوع مصر. إحنا بنشهد بشكل تشاركي لجميع فئات الشعب المصري وجميع الأعمار السنية الشعب المصري. شهدنا التضامن ما بين الرجل والمرأة، ما بين الكبير والصغير، ما بين جميع الجهات المصرية وجميع الفئات المصرية مشاركة في هذا المشهد الاحتفالي العظيم جدا. يشكر جموع الناخبين على حسهم وطنيتهم ومشاركتهم الفعالة الإيجابية بالتصويت ومشاركتهم السياسية.